أمته أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده، وقال: هذا صراط الله مستقيما. ثم خط عن يمين الخط خطوطا معوجة، وعن يساره خطوطا معوجة، وقال: هذه السبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الحديث وهذه الآية بينا لكل طالب حق ولكل من أراد الآخرة الصراط المستقيم الذي يؤدي بصاحبه إلى جنة الله دار النعيم. وبعد هذا الحديث لا حيرة لأحد، وكل من سمعه وفهمه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا عذر له ولا حجة له عند ربه، لأن هذا الحديث وضح الطريق الصحيح وبين الطرق الباطلة المعوجة التي تؤدي بصاحبها إلى نار جهنم. وأكبر دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سنته، واستدل بآية من كتاب الله تعالى، ولم يكتفي بذلك فحسب، وإنما استخدم الفعل ورسم بيده الشريفة على الأرض الصراط المستقيم الذي يدخلك إلى الجنة. ولا شك ولا ريب أن الطرق اليوم كثيرة، والجماعات امتلأت بها الساحة، وكفى الأحزاب والجمعيات والمنظمات إلى غير ذلك من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل منهم يدعي أنه على الصراط المستقيم وأنه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتار الخلق وتحير الناس وقالوا: ما المخرج؟ وقالوا: الحق مع من؟ الجواب في هذا الحديث: لا تحتار ولا تغتر، الجواب كله كاملا غير ناقص في هذا الحديث وهذه الآية التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، يدل هذا الحديث على أن كل الأحزاب الموجودة على الساحة اليوم والجماعات باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا صراط الله، ولم يفرق أمتنا إلى أحزاب وجماعات وفرق وملل ومحن وطرق إلى غير ذلك من الباطل، كلها باطلة. ثانيا، المنهج
الذي يوصلك إلى الله واحد. الدليل رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا وقال هذا الواحد صراط الله المستقيم. أما الكثيرة التي رسمها عن يمين الخط وشماله فهي كثيرة وقال تؤدي إلى النار لأنها سبيل الشيطان. ثالثا الصراط والمنهج الذي يوصلك إلى الجنة مستقيم وكذا الحق مستقيم ولا اعوجاج فيه بحيث تقبله النفوس وتفهمه العقول وترضاه القلوب. لماذا؟ لأن الحق هو الكتاب والسنة وهما يوافقان الفطرة. ولكن أي فطرة؟ الفطرة السليمة. الفطرة السليمة توافق الكتاب والسنة. وإذا أحس الإنسان بعدم فهم لآية أو حديث لنص عليه أن يقدم النص على العقل لأن النص أنزله الله والعقل خلقه الله. فقد قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رابعا طالما أن الطريق الموصل إلى الله مستقيم هذا دليل على قصره لأن الطريق وإن كانت المسافة التي تذهب إليها قريبة وكان الطريق معوجا فيه إعوجاج كثير فإن ذلك يبعد المكان الذي تريد الوصول إليه بهذا الإعوجاج. فطالما أن الصراط الموصل إلى جنة الله مستقيما دل ذلك على أنه قريب بل هو أقرب الطرق التي توصل إلى الله تعالى. خامسا طرق الضلالة كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسمها كثيرة وقال هذه السبل يعني الطرق على رأس كل منها شيطان يدعو إليه كثيرة. فصراط الله واحد وسبل الشيطان كثيرة. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن هذه التقسيمات كل منها على رأسها شيطان. من قال ذلك؟ قاله الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها الطريقة الفلانية الطريقة الفلانية الجماعة العلانية الحزب الفلاني. حتى لو أعطوك مالا كما يفعلون لتنضم إليهم في هذه المنحرفة الباطلة فإن على رأسها شيطان. وطالما أن على رأسها شيطان وشياطين فالشيطان له حبال وألاعيب. فمن ألاعيب الشيطان أن له أولياء. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وأولياء الشيطان وحزبه كما أن لأولياء الرحمن تبارك وتعالى كرامات فلأولياء الشيطان خوارق للعادات. فليس كل من ظهر على يديه خارق للعادة
انتبه الى هذه المسألة. فأولياء الشيطان اليوم، الشيطان اليوم وهم رؤساء الطرق ورؤساء الأحزاب، كثير منهم يخدع العامة بأنه ولي صالح، فيأتي بخوارق العادات، إما أنك تسمع من قبته وضريعه وقبره أصواتا فتظن أن هذا ولي لله وهو ولي للشيطان وجند وجندي من جنود إبليس عليه لعنة الله، أو يكون حيا فترى على يديه عجائب، إما أنه يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يفعل أشياء غريبة، فيظن البليء الجاهل أن هذا متصل بالله ولا علاقة له بالله، وتجده لا يصلي وأحيانا لا يصوم مع الناس، فحينما يسأل لماذا لا يأتي إلى المسجد الشيخ الكبير الولي في نظر الناس، يقول: وقالوا لي يا هذا تركت صلاتك، وما علموا أني أصلي بمكتي، وهو لا يصلي أبدا وهو كافر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن حبال الشيطان وألاعيبه أنه يزين للناس الباطل ويجعل أولياءه فصحاء وبلغاء، فتجد الشيخ شيخ الطريقة أو رئيس الحزب أو الجماعة فصيحا وبليغا في عربيته، فيظن الناس أنه عالم وهو من أجهل الجاهلين، بل ويبغضه الله، كما روى أبو داود في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. أو تجده ينكر السنة ويطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يطعن في أهل السنة فيستخف باللحية ويستخف بحكم حرمة المصافحة، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يطعن أحدكم بمخية من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفروا اللحى وجزوا الشوارب، أرقوا اللحى وأنهقوا الشوارب، خالف المجوس خالف اليهود، كما في البخاري من رواية ابن عمر قال ذلك كله، كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقللون الناس، وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وما أكثرهم يقولون لك هذا مالك، يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومديحه كله الشرك ومحاربة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. هناك مزاور للأولياء الأقطار لهم مشاور، هل هذا مديح أم كفر بالله؟ هناك مزاور للأولياء الأقطار لهم مشاور، منهم خبي الحال، منهم مجاهد، منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. وهل يعلم الغيب أحد إلا الله؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات، الملائكة لا يعلمون الغيب، فهل يعلمه شيخك؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد أحد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام
الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، وما تكسب غدا إلا الله تبارك وتعالى. فالغيب لا يعلمه إلا الله. وأيضا من مدارسهم الشركية التي يكذبون على الخلق، على المساكين، على الضعفاء، أنها مدح لرسول الله وهي حرب على الله ورسوله. قال في مدحه لشيخ المسيح، قال: زرت حجة ورؤياه عيد. هذه مدحة لشيخ. قال: إن زيارة هذا الشيخ تعدل حج بيت الله الحرام. ورؤياه عيد كعيد الفطر والأضحى، وكل هذا باطل، لأن الحج الركن الخامس من أركان الدين، فكيف تعدله زيارة القبة أو الضوء الضريح لشيخ الفلاني؟ كيف يعدل ذلك ذلك؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه. ولكن كل هذا من حبائل الشيطان، ومن ألاعيب أتباعه من رؤساء الطرق وغيرهم يضللون المسلمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فقال كلمتان خفيفتان على
عائلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ساقها من ذهب. أذكار واضحة، أما أذكار الطرق وهذه الفرق أذكار غريبة وعجيبة، فوق ذلك بدعة لا يقبلها الله، ومن ذكر بها كان آثما بل مبتدعا ومضيعا لوقته ودينه وإيمانه. ساسهوبي لمسا لموسا كربين كربين كرددين كرددين دهن دهن ده 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 الله كله كلام فارغ ومنهج باطل ومنهج عاطل. هذه الطرق التي ترونها وترفع راياتها وأعلاها وتشيد قبابها وقبورها ولها فكرة وفكرة وشيوخ في هذه الطرق دينه غير واضح. لماذا؟ لأنه يخالف دين الله. دين الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ من كلام الله؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عن سبيل الله ذلكم وصاكم به أمركم به وأوجب عليكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولكن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان يخدع الرجال والنساء ويشيعوا بأعوانه بين الناس في القرى والبوادي والحلال. قبة الولي الفلاني سمعنا أن الشيخ تكلم من داخل القبر كذب. هذا هو الشيطان الذي تكلم حقيقة هو الإبليس ليقود الناس لعبادة هذا المدفون الميت ويتركوا عبادة الحي الذي لا يموت الله تبارك وتعالى. أو قبة الولي الفلاني طلعت موية وهل نحن مهتدين للموية؟ فإلى بترول إما مسؤول ضربت تعب وإما الإبليس بال هنا. والخلاصة هذا فعل الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقد ذكر الفقهاء من السلف الصالح أن الشيطان يدخل إلى ابن آدم بستة أبواب. أول باب وأكبرها وأعظمها أن يوقعك في الشرك وعبادة الموتى وعبادة الشيوخ وعبادة العباد ويخرجك من عبادة رب العباد. ومن أشرك بالله فالجنة عليه حرام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تجاوز عن سيئاتنا أجمعين واشملنا وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين بقدرتك يا من أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه أمواتنا
رب العالمين وقوموا للصلاة وحبكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.